تحولت من صيدله مدينه السادات لصيدله قناه السويس. عملنا فرح في البيت اكتر بكتير من لما النتيجه بتاعتي في الاول طلعت. بما اني كان نفسي حد ينزل فيديو زي دوت السنه اللي فاتت وانا مستنيه موقع تقليل الاختراف بيتفتح، فالنهارده هنتكلم عن تقليل الاختراف بكل حاجه، بكل الاسئله اللي بتدور في بالكم، مناظر او غير مناظر، وازاي تزود فرصه قبولك، وهل فعلا في ناس ممكن تقليل الاختراف بتاعها يترفض، وكل الاسئله اللي بتدور في بالك علشان كانت بتدور في بالي السنه اللي فاتت. بس مبدئيا انا حابه اطمنكم ان 99% من الناس بيتقبلوا في تقليل الاختراف، والا ما كانوش عملوا تقليل الاختراف. انا هكلمكم من تجربتي الشخصيه، ولو لا قدر الله ما اتقبلتش بتعمل ايه، من برضو تجربه حقيقيه. خلينا نخش في اول سؤال. من ساعه ما النتيجه بتاعتك ظهرت الموقع هيفتح امتى؟ بعد نتيجه المرحله الثانيه، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. بينزل فين؟ هو بينزل على موقع الوزاره، وان شاء الله هبقى منزله لكم تحت في الديسكربشن في الايام دي. فخلي بالك انك تبقى مراقب الموقع الوزاره، واعمل سيف مثلا الفيديو عشان ترجعوا له من عليه. النتيجه بتظهر امتى؟ هل بياخد وقت ولا ايه؟ قناتنا الموقع كان فاتح لمده 3 ايام، بعد الثلاث ايام دول ما بيخلصوا بيظهر النتيجه بعدها بيوم او يومين. تقول بيظهر بسرعه جدا. يعني هل تقليل الاختراب كله واحد؟ قطعا لا. في حاجه اسمها مناظر وحاجه اسمها غير مناظر. فتعالوا نتكلم عن المناظر. بما اني انا ده اللي انا عملته السنه اللي فاتت، حولت من صيدله مدينه السادات لصيدله قناه السويس. زي ما قلت لكم كده، فالمناظر تبقى من كليه بعيده لنفس الكليه بس في المحافظه بتاعتك. هل لازم اكون جايب مجموع الكليه اللي في المحافظه بتاعتي؟ لا، ادام جايب الكليه دي في اي محافظه ثانيه فخلاص تقليل الاختراب بتاعك ان شاء الله هيتقبل في المحافظه بتاعتك. طيب ايه اللي ممكن يزود فرصه قبولي؟ هل مثلا البنات بتتقبل اكتر من الولاد؟ في النقطه ديت لا، الاثنين بيتساووا. لو عايز ازود نسبه قبولي ابقى من 99% ان الناس اللي بيتقبلوا دول، في حاجتين. اول حاجه ان كل الفرق بين المجموع بتاع الكليه اللي جايه لك والكليه اللي انت هتحول منها يبقى اقل. كل ما الفرق بقى اقل كل ما دوت هيزود فرصه قبولك. تاني حاجه، كل ما الكليه بتاعتك كانت ابعد، الكليه اللي جايه لك كل ما كانت ابعد كل ما دوت هيزود فرصه قبولك، لان انت اولى انك تعمل تقليل اضطراب للمحافظه بتاعتك. تمام. الكليات اصلا بيبقوا عاملين سببهم في 10% موضوع تقليل الاضطراب والتحويل وكل ده، ودوت رقم كبير جدا. سؤال بقى، الكليه بتاعتي جايه لي مثلا في محافظتي بس انا عايز اروح في محافظه ثانيه في اقسام مثلا عجباني، هل بينفع؟ لا ما ينفعش، لا في المناظر ولا في الغير المناظر. ما ينفعش تبقى بتحول في المحافظه النطاق الف في اي نطاق تاني بعيد، ما ينفعش تحول لمحافظه ابعد. صاحبتي بقى كان جاي لها اداب اسيوط ونقلت من اداب اسيوط لاداب قناه السويس، والحمد لله احنا الاثنين اتقبل. دوت برده كان تقليل اضطراب مناظر. بس انا ليه بكلمكم على النقطه ديت؟ علشان في بقى موضوع انتظام وانتساب. انا اتكلمتها برده عشان اعرف كل المعلومات عنها. موضوع انتظام دوت، الكليه اللي بتبقى جايه لك في المحافظه البعيده فدوت بيبقى انتظام. انت لما تيجي تحول في المحافظه بتاعتك هتبقى ايه؟ ان مثلا مجموعك مش جايب انتظام، لا جايب انتساب، فقدم انتساب. مفيش اي فرق بين انتظام وانتساب حتى في الحضور او في الكلام دوت، لا دلوقتي ما بقاش في فرق بينهم غير مثلا في الفلوس بس، تقريبا حوالي 500 جنيه او حاجه بس مش كتير. فلو جاي لك انتساب وانت عايز الكليه تحول فيها، واساسا بعد اول سنه لما تكون جايب مجموع جيد او اعلى فبتحول انتظام. نيجي بقى للغير مناظر. غير مناظر بيبقى من كليه لكليه تانية خالص. يعني انت مثلا جاي لك تربيه وعايز تحول لاداب، هنا بقى اللي بيبقى فيه شرط انك لازم تبقى جايب مجموع الكليه اللي انت رايح تقدم فيها. الشرط الاولاني. الشرط الثاني انك لازم الكليه برضو اللي بتحول ليها لازم برضو تبقى في نطاق الف. في حاجه بقى لازم تخلي بالكم منها، ما ينفعش تعمل حاجتين، يعني هو يا تعمل غير مناظر يا تعمل مناظر. ما تبقاش مثلا انت حاطط في بالك ان انا هعمل مثلا ايه، هحول لكليه ثانيه والكليه دي تبقى بعيده مثلا عنك وبعدين تعمل تقليل اضطراب وغير، لا هي حاجه واحده بس اللي بتعملها، يا تقليل غير مناظر يا مناظر. اهم سؤال بقى، هقدم ازاي او هعمل ايه؟ لان انا كسمه السنه اللي فاتت كنت فاكره ان الموضوع صعب بقى وهروح بقى، يعني اكتر حاجه كانت بتيجي في بالي ان انا لازم هروح الكليه بتاعتي البعيده دي تاخد منهم الورق بتاعي ومش عارفه. مفيش الكلام ده خالص، مفيش اي حاجه، ولا تروح كليات ولا تعمل اي حاجه. التقديم الكتروني فقط فقط فقط، تقديم الكتروني بخطوات بسيطه جدا هقولها لكم دلوقتي. مبدئيا كده بس عشان حابه اطمنكم، مفيش اي حاجه، مش هتروح الكليه بتاعتك اللي جات لك في الترشيح ولا تاخد منها ورق ولا تعمل منها اي حاجه، ما تفكرش فيها اصلا. هتفتح الموقع اللي انا سايبه لك في الديسكربشن او اللي هتلاقيه على موقع الوزاره اللي هو برده نفس موقع التنسيق اللي انت كنت بتعمله عنده.
اول هتعملوا حاجه اول تفتح حاجه؟ موقع دليل الاغتراب، وبعدين تختار الشهاده السنويه بتاعتك، وبعدين تدوس التالي تملى البيانات بتاعتك، وبعدين تدوس الخطوه التاليه، وبعدين تختار قائمه جديده، وبعدين بقى تتاكد من البيانات بتاعتك، وبعدين تدوس الخطوه التاليه. وهنا بقى دي اهم صفحه، انت لو عايز تعمل تقليل اغتراب مناظر، يعني هي من كليه لنفس الكليه بس في المحافظه بتاعتك، فتختار مناظر. عايزه اكد لكم في المناظر انك عادي ما تكونش جايب مجموع الكليه اللي انت هتحول ليها، وكمان عادي انك ما تكونش اصلا كاتبه في الرغبات في الاول خالص، مالكش دعوه بالرغبات دي اصلا خالص، انت دلوقتي بتعمل رغبات جديده. لو بقى غير مناظر فلا، لازم تبقى جايب مجموع الكليه اللي انت هتحول ليها، وهو هتلاقيه اصلا بعد ما تعمل التخصص هتلاقيه في الخانه التانية فاتح لك الكليات اللي انت ينفع تحول ليها بس. بعدين بقى تعمل لها دراج وتحطها تحت في الرغبات، وبعدين تدوس الخطوه التاليه، وبعدين بقى تتأكد من البيانات بتاعتك، وبعدين تدوس تسجيل، وهتلاقيها يعني على ايدك اليمين في مكتوب النهاية كده، وكده خلاص انت كده سجلت. نعمل ايه بقى في الفترة اللي انا خلاص سجلت في الموقع الالكتروني؟ الفترة ديت ما تعملش اي حاجة، ما تعملش اي حاجة، لان انا والله يعني انا بس بقول لكم السؤال ده عشان انا اللي لازم اروح الكلية اللي هي هنا واروح اقول لهم ده انا عملت مش عارف. ما تقلقش خالص، احفظ الموقع علشان بقى لما النتيجة تظهر هتخش على نفس الموقع وهو يقول لك بقى تهانينا ما شاء الله بقيت في الكلية اللي انت عايزها. بعد بقى ما تقليل الاختراب بتاعك يطلع والنتيجة بتاعتك تطلع وان شاء الله ان شاء الله تكون اتقبلت، هتطبع ورقة الترشيح الجديدة وتروح بقى لكليتك الجديدة اللي خلاص بقى بقت كليتك. مفيش اي حاجة، متقلقش هتبقى بتعبكم الموضوع او هتعمل خطوات زيادة ولا اي حاجة، زيك زي اي حد بيقدم عادي، هتلاقي ان شاء الله اسمك في الكلية الجديدة. للأسف من 1% الناس اللي ما اتقبلتش في تقليل الاغتراب بسبب ايه؟ السبب الاول ان في ناس مجموعها اعلى فهم بيفضلوا باللي جايب مجموع اعلى، بس ما تقلقش ده ما بيحصلش، لان هم لو مجموعهم اعلى كانوا سجلوا من المرحله الاولى ما استنوش تقليل الاغتراب. تاني سبب ان هي كلياتهم ابعد فهم اولى ان هم يعملوا تقليل الاغتراب، بس برضو عايزه اطمنكم ان برضو ده ما بيحصلش كتير. كليتنا اصلا يعني دفعتنا اصلا ما فيهاش غير 10 تقريبا من اسماعيليه، فما تقلقوش خالص. انا بقى لو انا مثلا تقليل الاغتراب بتاعي ما اتقبلش، ففي بيفتح تاني بعد المرحله الثالثه ممكن تقدم تاني، بس يعني ما تقدمش في نفس الكليه عشان برضه هيترفض تاني، فحاول انت تنقل لكليه تانية. في حاجه تاني بقى، وبقى في اقسام في المحافظات بتاعتك، اقسام اللي هي بتبقى بفلوس زي الجيوماتكس زي الاي اي، الحاجات ديت بتروح الكليه نفسها وبتعمل تحويل من عند شؤون الطلبه نفسهم، وهما بيدوك ورقه كده تحويل وتروح تدفع الفلوس وخلاص انت بتبقى معاهم. حتى لو انت عارف ان في حد مثلا كان بيحول من نفس الكليه بتاعتك لنفس الكليه واترفض، ده مش معناه انك لازم برضه هتترفض، لا هو بيبقى على حسب السنه، ممكن السنه بتاعته هو كان في ناس كتيره مقدمه فهم كانوا اولى منه، او هو كان جايب درجه مثلا اقل او ايا كان، فانت مش شرط ان عشان حد تاني اترفض ان انت هتترفض، قدم وديت اخر فرصه ليك ان انت تبقى موجود في المكان اللي انت عايزه، فاعمل تقليل اغتراب وان شاء الله ان شاء الله هتتقبل. خطوات سهلة وبسيطة، وانا حاولت بقدر الامكان ان اكون بجاوب لكم على كل الاسئلة، واي سؤال برضو عن الموضوع دوت اكتبوا لي تحت في التعليقات واللي انا جاوب عليكم، وان شاء الله ان شاء الله يا رب كلكم تجيلكم الكليات اللي نفسكم فيها، لان انا شخصيا اتمنى فرح في البيت اكتر بكتير من لما النتيجة بتاعتي في الاول طلعت. وما تنسوش تكتب لنفسك بقى قصة جديدة وحلم جديد ربنا اختاره لك، ف أشوفكم على خير.